معنا اليوم دكتور فاطمة زهرة بودال بعد واحد الغيبة طويلة صراحة يعني تنحيها وتنشكرها اليوم على حضورها معنا، دائما كتشرفني. شكرا لك دكتور فاطمة زهرة بودال. بخير سمية، صباح النور، شرف لي نحضر معكم وكنعتذر على هذا الغياب. مرحبا حبيبتي، اكيد عندكم ضغوطات كثيرة واكيد انه مرضى الامراض الكلي خاصهم اهتمام ورعاية وخاص مزيد من الوعي في المسألة باش نحافظوا على صحة الكلي ديالنا. يا رب ان شاء الله يا ربي الشفاء لكل مريض الكلي اللي كيسمع لينا. يا رب يا رب. احنا غادي نمشيو معاك بخصوصية الظرفية ديالنا، احنا مقبلين على شهر جميل ولكن رغم ذلك انه كاين مشاكل، كاين مضاعفات تحديدا على امراض الكلي. يعني غادي ناخذوا بخصوصية الامراض الكلي بصفة خاصة، الحماية كذلك من القصور الكلوي، واش بامكاننا نقدروا نحميو هذه الفئة هذه؟ طبيعة الحال في الصيف شو من اهم الاحتياطات عند مرضى الكلي؟ وحدات ان شاء الله من الامور، ولكن بدايه نوه بهذا العضو النبيل اللي هو الكلي بطبيعه الحال، ما تعرفوش بزاف يعني ما تعرفوش حقه كثير، فنعرفوا بدور الكلي في الجسم ديالنا الى جات على خاطرك. دكتور سميه باش نبداو، الكلية واحد العضو ميستيريو بالنسبه للناس، دونك ما كتعرفش عليه حاجه كبيره، وكاين خلط في التشخيص، دونك اي الم في الظهر فهي كلية. داكوغ، دونك هذا هو الغلط الكبير اللي كيوقع في التشخيص ديال المرض الكلي، وكاين منه واحد التخوف انه مقرون بالقصور الكلوي. اذا انا ديما كنقولها للمرض، كنقول لهم واحد المثال سهل، بحال امراض الاعين ماشي سينونيم ديال العمى. اذا انا مصاب بمرض الكلى ماشي انني راه غنجي وندير دياليز، بالعكس الا بقيت جالس في الدار ديالي هي اللي كنخلي المرض كيمشي اباب غوي ودون مانيير سيلونسيوز وكنجيب القصور الكلوي. دونك ما يكونش هاد التخوف، بالعكس يكون واحد الشجاعه في زياره الطبيب ويكون تشخيص باش الا كانت اون مالادي اللي غادي نحبسوا لا بروغريسيون ديالها، راه غنقوموا بهذا الدور ديالنا كاطباء. واذا كانت شي مالادي اللي يكون فيها الشفاء علاش لا؟ داكور، علاش لا؟ دونك باش مثلا كان تشخيص بكري ولا كانت المتابعه اي حاجه بكري. تشخيص بكري ولا الكشف المبكر ولا هذا راه عنده واحد بوكو دافونتاج. داكور، دابا اول حاجه باش الانسان يفهم القيمه ديال هذا العضو خصنا نفكروه شنو القيمه ديال شنو كيدير لنا هذا العضو. دونك كما كيعرفوا الناس كاملين ان الكليتين هما كيصفيو لينا الدم. داكوغ، شنو هي هاد التصفيه ديال الدم؟ هي ان الكلية كيدوز فيها الدم ديال الجسم، اذا كتخلصنا من الحوايج اللي ما محتاجهاش الجسم، اسافوار المخلفات الادويه، مخلفات الاكل، الحويجات كلهم اللي هما اونيكسي اللي زايدين. داكوغ، هذا في الشق ديال التصفيه. هاد حويجات اخرين هرمونيه بما فيها الافراز ديال الهرمون غينين انجيوتونسين اللي هو كيدير لنا التوازن ديال الضغط الدموي، تيفرز لنا الكليا ليريتروبويتين اللي هي هرمون اساسيه باش نديروا التكوين ديال الكريات الحمراء، تثبيت تنشيط الفيتامين دي عن طريق الهرمون الفا ايدروكسيلاز، دونك تيولي عندنا فيتامين دي نشيط، وتيكون عندنا فيتامين دي نشيط غادي يكون عندنا تثبيت الكالسيوم في الامعاء وامتصاصو عن طريق الكليه. اذا هذا الشيء كله كيعطينا واحد ليكيليبر، وكنقول ديما لو ران سي لورغان دو بون مين. علاش؟ لانه كيعطينا الدم، ما كاينش فقر الدم، ما كاينش تصفيه، ما كاينش تراكم سموم، اذا الوجه كيكون منور وكيعطينا تيمنع لنا الهشاشه العظام، دونك الانسان كيكون اون بون فورم. اذا الكلية راه ماشي غير تصفيه، راه بزاف ديال 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 الوظائف اللي مهمه لا كاليتي دي اساسيه. مشكوره دكتور فاطمة زهرة على هذا التقديم الجميل، وعطيتي حق لهذا خليتي عضو اللي هو مهم ولكن بنسي ما تنعرفوش قيمته. فلما كنتكلموا على دور الكلي نبغيو نعرفوا حتى شويه المستمعين ديالنا، هاد الكلي مسكينه شنو امراضها؟ باش كتمرض؟ باش كتعيا؟ دونك الكلية دابا قلنا الوظائف ديالها، مي دابا غنشرحوا منين كتكون هاد الكلية. دونك الكلية ديجا فكنقولوا كاين جوج اطباء ديال هاد الاختصاص، هو طبيب اللي كيداوي بالليزوردونونس ميديكال، هو لو نيفرولوج، هو طبيب الكلية وتصفية الدم. وعلاش سميتو نيفرولوج؟ باسكو جات من نيفرون. نيفرون سي لونيتي فونكسيونيل، الوحده الوظيفيه ديال الكليا. دونك بزاف الناس كيقولوا لنا نيفرون واش ديال النيف؟ قالها لي ان باسيون إل يا اون سيمين. داكوغ، انيكدوتيك مي زوينه معكم. الناس ما تتفهمش علاش نيفرولوج. نيفرولوج هي الوحده الوظيفيه ديال الكليا. شنو هي الوحده الوظيفيه ديالها؟ بما انها كتصفي فهي مصفات وانابيب
سي نورمال دونك واحد الجزء تيصفي واحد الجزء تيعاود لنا الامتصاص تاع الحويجات اللي حنا محتاجينهم. هاد لو نيفرون كي كي كيكون في واحد لانترستيسيون في واحد الماد لو تيسيو اللي كيسبح فيه، ولكن بما انه حنا في الجسم ما نقدوش نعيشو بلا عروقه دونك كاينين لي زارتير. اذا هادي هي الكيليا اون جينيرال، وعاد باش كاينين الانابيب اللي كتوصل لنا لو برودوي فينال ديال التصفيه هو البول. دونك اذا الكيليا فيها دو بارتي، فيها هذيك لا كورتيكال الجنب ديالها البيريفيريك المحيط، وفيها البارتي ميدولار اللي هي كتجيب لنا هذاك البرودوي فينال ديال التصفية الناتج النهائي اللي هو البول، وكتوصلوا لنا المسالك البوليه وكيخرج عن طريق هذا. انا كيكونوا شويه امراض الكلي والمسالك البوليه هذا كيكون تخصص. شنو هما الامراض؟ حنا مقسومين على جوج، كاين لو نيفرولوج وليورولوج. حنا المكان الوظيفي اللي هو لا بارتي كورتيكال سي لو نيفرولوج داكور، ولا بارتي ميدولار الوسط ديال الكيليا فهي المسالك البوليه والبول وهذا هو طبيب الجراحه وامراض الكلي. اذا غوفونو شنو حنايا كنداويو؟ هما هذوك الحويجات اللي هضرت عليهم الوظيفيين اللي هي المصفات كتسبب بامراض عديده، هذوك الانابيب والبلاصه فين كيسبح هاد لي نيفرون هاد الوحدات الوظيفيه فهما كيتصابوا ببعض الامراض زائد العريقات. دونك على حسب شنو البلاصه اللي تقاست لينا في هاد المنطقه الوظيفيه ديال الكليه كيكونوا دي اعراض مختلفه. برافو عليك، احنا خدينا درس اليوم طبي زوين تعمقنا اليوم في الدرس بشكل مبسط. حلو كيف طريقتك زوينه. انا غادي نمشيو فاصل قصير مسامعتي مسامعينا، وبعد راجعين اكيد غادي نتعمقوا اكثر وغادي نحاولوا نتعرفوا على انواع الامراض او بشكل عام الشائع منها امراض اللي كتصاب الكلي باش ناخذوا فكره، وبالتالي عاد ناخذوا الاحتياطات وعدد من الامور بعد الفاصل. بعد الفاصل مسامعتي مسامعينا ما غيبناش طويل ياك دكتور فاطمه زهره، ما غيبناش كثير احنا رجعنا لكم والشرح مطول لا الشرح كان زوين، وايضا احنا مقبلين ان شاء الله نستقبل المكالمات ديالكم علاش لا، بكل قلب فرحان نسمعوا ارائكم، نسمعوا كذلك حتى تساؤلات ديالكم في تخصص دكتور فاطمه زهره بودال المشكوره طبيبه اختصاصيه في امراض الكلي. اليوم قلنا ما فيها بس انه نحاولوا ننوهوا بالكلي والدور ديالها في الجسم ديالنا بشكل عام، نهضروا شنو الناس اللي كيكونوا معرضين لهاد الامراض وكيفاش نقدروا نسيطروا عليها باش ما تكونش هناك مضاعفات، وخليتيها ان القصور الكلوي كيبقى هو اخر المطاف اللي نقدروا نوصلوا له لا قدر الله اللي ما تنبغيوش نوصلوا لهذه المرحله هذه. فغادي نمشيو نتعرفوا هنا فين بقينا نتعرفوا على انواع امراض الكلي دكتور. داكور دونك الامراض الكلي كتجمع تحت واحد التعريف ديال اي اضطراب كيقيس الكليه اما في الافرازات ديالها ولا في الشكل ديالها لواحد المده كتفوت 3 اشهر، فهاد الانسان كيكون عنده تنقولوا الى المالادي رينال كرونيك دونك عنده مرض كلي مع او بدون قصور كلوي. دونك فوالا سي با ان سينونيم، ماشي اي واحد عنده ان بروبليم في الغاره غيجي يدير من بعد كنقولوا شنو هو التشخيص كيفاش غنديروا التشخيص. مالوروزمون لا مالادي رينال كرونيك الي سيلونسيوس مرض صامت، دونك امراض الكلي صامته ما عدا لي تياز رينال زعما حصه الكلي، ولكن فاش كتكون حصه الكلي كبرات ولات كدير لنا واحد الحاجز ومبقاش كدوز البول بطريقه سهله، اذا هنا كيكون احتباس علامات واعراض. فوالا مي فاش كيكون عندنا دي ميكرو لي تياز اللي كيكونوا ما كنعيقوش بهم كيبقاو يتراكموا حتى كتولي عندنا حصه كلي كبيره اللي خصها وقتها جراحه ولا على حسب الحجم ديالها والمكان. والحاجه الثانيه اللي كتعطينا لو سيمبتوم سي التعفنات البوليه كما هضرنا عليهم المره الاخرى، دونك كيعطينا واحد الحريق والسخانه. هنا كتكون عندنا التعفن ديال الكليه اللي هي لا بيلونيفريت و سي اون اورجونس ميديكال اللي خصها تتعالج. هذا فيما يخص الاعراض اللي كتبان عند المريض. يعني صورتها انه صامته صامت كتصبر هي كتقوم في خدمتها حنا ما كنحسوش بها، اذا فاش غادي تمرض ما نحسوش بها. هادشي علاش ضروري من الكشف المبكر. شنو كيفاش نديروا هذا الكشف المبكر؟ صح فوالا الوغ باش تجاوبنا على هذا السؤال غادي نمشيو عند حكيم باش ما نخليوش اي مسكين كيتسنى بزاف ستوندار. سي حكيم انت ونات مرحبا بك سي حكيم. اصبح الورد وياك من لاله شوميه صباح الخير سيدي. مرحبا بك سي حكيم مرحبا بك. عندي واحد التساؤل الاستاذ الله يجازيك تشرح لنا فيه مزيان الله يخليك. تفضل اسيدي مرحبا بك. عندما بالنسبه للانسان كيكون عنده جوج كليات في حاله ما لقات غير بوحده استاذ الانسان عارف غير بوحده، واش غادي هذا الانسان هذا غادي يخدم شغله كما داري والعاده ولا غادي يقلل له الخدمه ولا كيفاش يا استاذه؟ داكوغ صباح الخير سي حكيم. صباح الخير شكرا للاتصال. دونك نقدو نعيشو بكليه وحده
هادشي علاش ديجا في الزراعه من متبرع حي كناخذو نقدو ناخذو الكليه ديالو نعطيوها للانسان المتضرر، والكليه الثانيه كتكبر سبحان الله العظيم تتكبر وكتضاعف الحجم ديالها وكتقدر تقوم لينا بنفس الوظائف ديال جوج الكلي، غير هي ملي كتكون كليه واحده كيكون واحد التخوف. دونك الا كان اي حاجه اللي غادي تاثرنا على هاد الكليه كانوا عندنا كليتين دونك الضرر يتقسم على جوج كيولي الضرر كله قاسم على كليه واحده، وهادشي علاش كيكون واحد التخوف من 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 المسببات ديال التضرر على الكليه. مي نقدروا نعيشوا عادي بكليه واحده، ولكن لو فات عندنا كليه واحده كنبغيو نعطيها واحد الاهتمام اكثر، وكتكون الكشف كيكون الكشف بواحد الطريقه منظمه وما نساوهاش. دونك فوالا باش الا كان اي بروبليم صغير يتعالج في الوقت قبل ما نوصلوا الحوايج اللي كبيره ونوليو في الجراحه ولا نوليو في هذا ويولي لو ريسك ان ما عندناش البديل. ياك دونك فوالا نتمنى نكونوا جاوبنا سي حكيم. شكرا لك على المكالمه ديالك سي حكيم. صباح النور لجميع المستمعين ديالنا. العشرة و22 دقيقه هذه مازلنا مستمرين في دكتور فاطمه زهره بودال. غادي نمشيو نكملوا اللائحه ديالنا ياك دكتور. اللائحه ديالنا دابا في التشخيص. دونك كيفاش غنعرف واش الكليه ديالي؟ بزاف سورتو لي فام تيجوا عندهم الم ديال الظهر، تيكون الومباغو سياتيك ولا كيكون ممكنش الرياضه، كاين الوزن، كاين الابدومي الكرش، وهذا تيبدا واحد الحرق في الظهر ديما كيجيو عندي كونسلطاسيون راه عندنا الكليان. نو سا سي موسكولير ماشي ديما، مي مزيان يجيو يديروا الكشف، ولكن غير بغيت ناكد على انه مرض صامت. دونك باش كنديروا باش كيكون عندنا جواب شافي على سلامه الكليه كيكون بالتحاليل الطبيه والاشعه. داكوغ التحاليل الطبيه فيهم جوج لي بارتي، فيهم الدم وفيهم البول، بما انها هي اللي تنتج لنا البول، دونك خصنا نتاكدوا من السلامه ديال جوج الحوايج. دونك في الدم سي سورتو باش نعرفوا واش عندنا قصور كلوي ولا لا، واش عندنا مضاعفات ديال القصور الكلوي اللي هي فقر الدم كما قلت في الوظائف هي كتعطينا لي غيتروبويتين، دونك تكوين الكريات الحمراء. ما كاينش لي غيتروبويتين، ما كاينش الدم، كاين فقر الدم، اولا هذاك لو كالسيوم تيهبط، فيتامين دي هنايا في الدم. دونك ارتفاع الكرياتينين واليوري هادو مؤشرين على ان عندنا قصور كلوي. وهنايا كنديروا عاوتاني تصنيف، واش حاد واش مزمن. حاد قل من 3 شهور، مزمن فايت 3 شهور، وهنايا كنولوا عاوتاني في تصنيف اخر. وكنكملوها بالتحاليل الطبيه في البول. اذا غوفونو الوظائف ديال الكليه، فهي كتنتج كدير لنا تصفيه وكتنتج لنا واحد المنتوج النهائي اللي هو البول. خصنا فاش نديروا له التحليله ما نلقاوش فيه لا دم لا كريات بيضاء لا بروتين، وتكون رائحه ما كيناش، ويكون لاسبي جون سيترا، فهمتي؟ ماشي غامق، ماشي فاتح بزاف. دونك هذا الشيء كامل زائد الاشعه اللي كنشوفوا فيها الحجم ديال الكليه، واش كاين حبوبه، واش كاين اكياس، واش كاين حجيرات الكلاوي. دونك هنا كتجي عندنا لا كونكلوزيون ديال فوالا الكليتين سليمتين وما كايناش شي حاجه. دكتور فاطمه زهره قلتي لانه امراض الكلي في العامه كيكون صامته، يعني ما كتعطيش مسكينه علامات قبل، فبالتالي المريض باش يدير الوقايه ديالو شخص بكري شنو خصو يدير؟ ابتداء من شنو سن؟ والناس اللي اكثر عرضه شكون هما؟ واش مدخنين ولا الناس اللي عندهم بعض يعني بعض المشاكل الصحيه اخرى كياخذوا ادويه معينه يقدروا يبادروا هذو قبل الناس اخرين عاديين مثلا؟ داكو امراض الكلي كجميع الامراض ما عندهمش سن محدد. دونك العوامل تختلف حسب العمر، حسب واش ذكر ولا انثى، ولا لي زوريجين اوسي سا كونت. داكو كاين مناطق اللي فيهم حصل كلي اكثر من بلايص اخرين، على حسب لا كاليتي دو، داكوغ، على حساب لا شالور، بليسكو حنا تنخدمو ولا تنعيشو في شي بلاصة اللي سخونة. نوعية الماء اللي كنشربو، والطقس أيضا كيلعب دور. فوالا، التغذية. هنا خوف الياسين، حتى هو كيغير. فوالا، التغذية، بليسكو الناس كتاكل اللحم بزاف، وكاينين الملحة بزاف، والكحول، وهذا بليس كاينين حصال كيلي، بليسكو الناس كنهبطو لاندكس نور سود، كتبدا السكر كثر. باسكو الناس كتاكل الخبز اكثر من اللحوم كيولي السكري، اذا السكري سوا داكوغ. دونك العوامل كتبقى مختلفه ولا سن لها، داكوغ. دونك ما نقدوش نقولوا راه هاد لا كاتيغوري ديال هاد العاج، كنلقاو اطفال كيتزادوا بقصور كلوي، كنلقاو اطفال كيتزادوا بمشاكل في الكليتين، داكوغ. دونك هاد راني باقي صغير ما نعرفش شنو عندي وهذا، لا ضروري لو تشيك اب ضروري، مي على حسب الماده وعلى على حسب هذا. مي لو ديبيستاج راه ساهل داكوغ، بعدا او موا ندير غير لا بوندليت اورينير داكوغ، نمشي عند
طبيب العام هو غيدير لي لابونتليت اورينير وهذا هو غيرشدني باش يصيفطني عند نيفرولوج ولا ليورولوج عند طبيب الوظيفي ديال الكليه ولا الجراحه. اذا غير نبتعدوا على الاعشاب والمداوات الذاتيه كما قالت دكتور وينتي قبل دونك هذاك النصائح ترانسفيرسال راه هما اللي كيديروا لنا الكوارث. كنخاف من حاجه اللي ساهله وكنولي في حاجه مقبح. الكليه العدو ديالها جوج الحوايج هما زعما في لياتروجيني اللي حنا كنزيدوا عليها هي الادويه والاعشاب. هادو بجوج بعدا مدمرين للكليه. داكو واخ دكتور الرساله واضحه وانا كنحييك وتنشكرك صراحه على حضورك معنا. وحنا غادي نحاولوا نكونوا مع هاد الناس وهاد الفئه ياك لانه باش نحافظوا على سلامه الكلي. غنقولوا الناس اللي اكثر عرضه للخطوره حنا هضرنا ان كنا خاصنا ضروري تشخيص الاولي مبكر. الناس اللي كتاخذ ادويه خاصها ما كاينش سن معين ممكن الواحد يمشي يطمئن انه خد تحليله البول ديالكم تعرفوا شنو كاين وهكذا نقدروا نضبطوا الامور. طبعا الحال غادي ناخذوا فكره على عوامل الخطوره امتى كتزاد امتى كتخوفوا مخاوف ديالكم انتم كاطباء شنو الامور اللي تبغي انك تمرري رسائل الناس اللي تسمع معنا. كاينه واحد الفئه زائد هذه الفئه اللي هضرت عليها اون جينيرال جي با فولي نبدا بالفئه ريسك باش ما باش الناس اللي سون با ريسك ما يقولوش حنا الابري حنا معفين على هذا المشكل الكليات ساين وهذا وي راه المريض كيقابل راسه حسن من اللي كيسحب له راسه صحيح داكو. دونك هذه الفئه واحد الثلاثيه عظيمه اللي خصنا نركزوا معها هي مريض السكري ومريض الضغط الدموي وحصار كيلي. هذه الفئه متعرضه اكثر من باقي المجتمع لتطوير امراض الكيلي لان عندها عوامل ديال لا مالادي اللي كتاثر مع الكيلي داكوغ. دونك كنطرق لهم واحد بواحد باش تفهم باش يفهموا كيفاش وعلاش شو العلاقه اللي جا ما بيناتهم. قلنا الناس اللي مرات بدا السكري نعم. الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط دم ياك معرضين اكثر لامراض الكيلي. وي وي تري بيان دونك نفهموا وحصال الكيلي وحصال الكيلي داكو. دونك كيفاش نبداو بعدا اول مالادي اللي عندنا كثيره اللي كما هضرتوا دابا على السكري علاش بدات لا بريفالونس كطلع شحال هذا كنا كنشوفوا لا بريفالونس ديال السكري في الامراض الذاتيه كنا زعما واخا ان التيب 2 هو اللي كثير اللي تيجي مناش كيجينا من السمنه من عدم الرياضه من هذا الشيء كله هو دونك الاكل المفرط للسكريات كتولي هذاك القيمه ديال الانسولين اللي عندنا تتولي اون انسولينو ريزيستانس تتولي مقاومه علاش لان الجسم كيولي تيولي غليظ تتولي لو سوربوا اذا هذاك الانسولين اللي عندنا ما كتبقاش تاثر اذا كيرتفع علينا. شنو هو السكري؟ هو ارتفاع الدم ارتفاع السكري في الدم بواحد القيمه اكثر من 1.26 الخزان اكثر من 6.5 المهم كاينين بزاف ديال التعريفات ولا من بعد الاكل سا ديباس ان شي الجسم حيت كيخصو يتخلص من هذه النسبه المرتفعه فوالا شنو عندنا حنا عندنا الغربال ديالنا ما كيكبرش على حساب الاكل اللي هو الكليه دونك الا كلينا بزاف ناثروا على ذاك الغربال ما غاديش يتبدل سي با رومبلاسابل غير الضغط كيتزاد عليه فوالا الا هبطت عليه انا 3 غرام الانسان اللي تيجي تيلقى 3 غرام ايوا وراه خديت ديك الفينده راه خديت الدواء لا راه الدواء بوحديتو ما كافيش خصني نتحرك خصني نمشي نتمشى خصني نحرق شنو هو السكري خصو يتحرق خصو يدخلينا الدم داكوغ. كيما قلت كاين دو تيب كاين لو تيب 1 ولو تيب 2 لو تيب 1 تيجي عند الناس صغار اللي عندهم ما عندهمش الانسولين كتكون هذوك الامراض الذاتيه قلت لينا البنكريا ديالنا اذا ما بقاش الانسولين وعاد باش الناس الكبار دونك مازال صغار ولات الانسولين فونكسيونيل ما بقاش هذاك الحرمان اللي كنا كنسمعوا به بالعكس دابا الانسان كيولا كيدق الانسولين على حسب اش كياكل دابا لي زابليكاسيون تبارك الله لي زوندوكرينو هذا كيتعاملوا مع هاد مع لادوليسونس لي زونفون صعيب تحرمهم كيولي لنا صعيب هو نضبطوا السكري عند الناس اللي كبار عند لو تيب 2 باسكو خصو تتلقى عنده الضغط الدموي سيت اون مالادي ميتابوليك دونك منين جانا داك السكر من الماكله ومن السمنه ومن الطابه ومن لاسيد حاجه كتجي حاجه وهذا سوء التغذيه اون جينيرال دونك انسان اللي ديجا هو كان تياكل بزاف باش غلاض صعيب باش تاثر عليه وترجعوا انه يدير الريجيم هذا غوفونون لو غان. دونك الا كنت انا السكر ديالي ما بقاتش غيبقى يهبط واحد الكميه كثيره على الكليتين ديالي وان ستريس اوكسيدون وهذا الشيء كله هو هذيك المصفات اللي هضرنا عليها في الاول ما كتبقاش فونكسيونيل اما كتنفخ اما كتثقب اما هذا
اذا كتولي لافويت تتولي لافويت ديال الحويجات اللي ما بغيناش نخسروهم كتولي عندنا اون ديفلوب لا نيفروباتي ديابيتيك دونك مرض الكلية عند السكري ومع الوقت كتبقى تمشي نخسروا هذا العام 10% 20% 30% شنو هو قصور كلوي هو عدم قدرة الكلية على القيام بالوظائف ديالها حنا وين باش نوصلوا لهذه المرحلة هذه طيب عندنا مستمعين حابين يتواصلوا معك دكتور فاطمة زهرة الا جات على خاطرك معنا سي عبد الرزاق معنا فاطمة سي عبد الرزاق السلام عليكم سي عبد الرزاق مازال معنا قطع الاتصال طيب ما دير منك سي عبد الرزاق ندوزوا لفاطمة الا مازال معنا السلام عليكم فاطمة السلام عليكم عليك السلام بنتي مرحبا بك الله يبارك فيك فاطمة مرحبا بك ورمالي الدار والدراري كلشي مزيان الحمد لله فاطمة الله يبارك فيك الدكتورة والعائلة ديالها صباح الخير فاطمة شكرا سؤال كلشي مزيان الحمد لله قولي حبيبتي شنو السؤال ديالك شنو حب الخطر شنو سؤالك الدكتور ديالنا بغيت نسولك بنتي على كنشرب بزاف الشيح ياك ما كيضرش الكلاوي لا مدام احنا ما احنا ضد ديالنا هو الاعشاب ما الحاجه الوحيده اللي نقدروا نوافقوا عليها هي الماء الطبيعي اتاي وتا هو ما يكونش اكزاجيري باسكو تيسبب لنا حصل كيلي مي هذا الشيء واعشاب مجهوله الهويه وهذا الشيء الا ما اثرتش لك على الكليه تاثر لك على الكبد دونك علاش حيت كنحس بالراحه الا شربته كنديرو فتاي كنديرو في القهوه كندير مادام ما نقدرش انا بضماناتي نقول لك راه شي حاجه اللي مزيانه الا ما اداكش تقدر تفلت منه مره جوج ثلاثه ولكن لاكوميلاسيون هذاك اليوم وغدا راه واحد الحاجه اللي ما كنعرفوهاش حنا بعدا منين جايه وما كنعرفوش الخصائص ديالها ما زعما الا قدرتي تيفيتي احسن والا كان عندك مشكل سيري باش للطبيب ديالك ديري تشخيص نعرفو حنا علاش انت بعدا عيانه والا كان هذا غير مسكين وكاينه شي حاجه اللي مخبيه دونك الاعشاب نتفاداوها لو ماكسيموم هذا هو لو ميساج زعما تفاداها ما تكثريش منها بزاف الله يرضى عليك يلا نتمنى فاطمه تكون سمعت الجواب غادي ندوزوا لعند السيده امال من مراكش امال السلام عليكم عليكم السلام استاذه مرحبا بك امال تفضلي حبيبتي الله يبارك فيك الدكتوره كلشي بخير الحمد لله امال الله يخليك لسميه بغيت واحد نطرح واحد السؤال على الدكتوره بالنسبه لراجلي تفضلي عنده واحد المشكل عنده لي كيس في الكلوع الليمنية ولكن دار تحاليل مع الاطباء وكل شيء كيقولوا لي ما عنده حتى شي مشكل فيها الحمد لله لحد الساعه هاد لي كيس ما عندهمش مشكل واخا لاله شحال العمر ديالو تقريبا عنده 65 عام داكو 65 عام وشحال عنده من كيست في كل كيليا تقريبا شي دو كيست داكو وما مشكلين لي حتى شي مشكل الحمد لله الحمد لله العلاج وداك الشيء ولكن ما نخافوش مستقبلا ان يكون عنده المشكل واخا لاله انا غادي نجاوبك اذا الكيست عند احنا كنسولو على جوج الحوايج هو العمر داكوغ وعدد الاكياس كون قلتي لي عنده جوج الاكياس في 30 عام غنخاف لا يطور اكياس اكثر داكوغ يوليو عندي اربعه الاكياس في الكليتين هنايا كنكونوا في امراض التكيس الكلي اللي كيقدر ياثر لينا على الكليه داكوغ حنايا منين جوج اكياس والعمر 65 سنه كنقولوا هذا سو سون دي كيستوي عنده تكيس ولكن ماشي كيطرح اشكال داكوغ ولكن ملي كيكون عندنا اربعه باغا مثلا وفي العمر اللي كنفوتوا فيه 40 عام كيكون عندنا تخوف لان هذاك الاكياس كيكونوا كبيره وكيكونوا عديده وكيأثروا لنا على المكان الوظيفي ديال الكليه كيدفعوا لنا هذاك البلاصه اللي حنا محتاجينها باش دير لنا التصفيه وكيبانوا الاعراض اذا مزيان انه متبع يبقى متبع كل 6 شهور عام على حسب الانومالي ديالو اللي عنده في التحاليل دائما كل 2-3 كيكون تحت المراقبه ديال الدكتور تري بيان وتكون ويشوف يعبر الضغط الدموي حتى هو يكون عندنا مزيان ما تكونش عنده لا طونسيون كيكون نورمال الحمد لله دونك مزيان شكرا على هذا السؤال لان بزاف ديال الناس اللي تتخوف كتجي كدير التلفازه كنلقاو عندها كيست ولا جوج كنقولوا ما تخافش راه هذا ما غاديش يطرح لينا مشكل مي كيبقى التخوف ولكن ماشي مشكل نبقاو متبعينهم باش نبقاو ديما متاكدين من السلامه ديال الكيلي ديالنا مي ان شاء الله ما يخاف من
حاجه سي تان بون برونوستيك زعما ما كايناش شي حاجه اللي خلاص عندنا واحد التخوف اسمه ما كيمرض بمصران ولا بحال هكا ولا نو كيكون شويه ديال التخوف ومن الحمد لله غير مستقبلا اللي كيكون انسان شويه ديرونجمون لا ما يخافش ان شاء الله ماشي داك التكيوس اللي كيخلعنا ومادام الطبيب طمنكم وعلى حسب العدد والعمر اللي عطيتيني اذا ما نخافوش تقريبا شي خمسه الاطباء ولا فوق من خمسه اللي كيكون هذاك يقول لي ما كاين حتى شي مشكل هاد اللي حد الساعه ما فيهمش ما كاينش تزايد فيهم والحمد لله الحمد لله الحمد لله سكي دي زي فغي وطمني الزوج ديالك والحمد لله ما يكونش شي خطا شكرا دكتوره بارك الله فيك نهاركم مبروك شكرا 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 لك امال على المكالمه ديالك الحمد لله هادشي اللي كنبغيو نسمعو الاخبار الساره ونطمنوا على المستمعين ديالنا يا ربي شافي الجميع تخوف سي نورمال اكيد على ذكر التخوف بزاف ديال المستمعين تيخافوا من هذه القضيه ديال شو الفرق ما بين القصور الكلوي وامراض الكلى يا دكتور واش مع الوقت غتطور ولا عطينا بيان سور اون مالادي رينال الا ما تعالجاتش الا ما وقفناش ليفولوسيون كبيلا قلت سيدي شنو الامراض ديال الكلى هي فاش هضرنا راه الكلى مقسومه لجوج البيريفيريك والكورتيكال ميدولير اسمحوا لي على بعض ما كنلقاش الترجمه اعتذر لانه خليتيها داكور دونك في هذيك المنطقه الوظيفيه ديال الكلى في الجنب ديالها لا بارتي كورتيكال اللي هي فيها كيبدا التصفيه مكونه من ربعه العناصر هادوك العناصر كيقدروا يتاثروا بعوامل مختلفه داكوغ اذا اما كتكون المصفات اما كيكون الانابيب اما الانترستيسيون فين كيسبح هادوك الوحدات الوظيفيه ولا العروق اذا هادو بربعه يقدروا يتاثروا لينا بعوامل مختلفه اول حاجه هما العوامل ميتابوليك دونك اسافوار ديابيت مثلا سكري نقرس لاغوت هادو كيأثروا لينا على 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 الكلى اولا تعفنات دونك الكلى راه بارفوا كتكون فيكتيم تتكون ضحيه لكل اللي كيوقع لينا في الجسم داكور ولا تعفنات الفيروسيه داكور اسافوار الالتهابات الفيروسيه بي ولا الالتهابات الفيروسيه سي ولا مرض فقدان المناعه المكتسبه اذا هذا اولا تعفنات الكلى اولا تعفنات البوليه اذا ما تعالجوش كيطلعوا لهذاك الانترستيسيون كيوليو كياكلوا لنا هذيك الكليه ديالنا دونك هادشي كنقولوا ديما في التعفنات ما نبسطوش الامور ما نبسطوش الامور هي بسيطه في الاول مي في الاخر سا سبيشيغ داكوغ عاود الامراض الذاتيه دونك اسافوار لو لوبوس الذئبه الناس اللي عندهم الروماتيزم بطريقه دائمه اذا هادو حتى هما كيكون عندهم امراض الروماتيزم حتى هما نعم الناس اللي متبعين مع الطبيب الباطني والطبيب ديال لو روماتولوج ديال الروماتيزم ارتيكولار اي تو بون روماتيزم ارتيكولار حنا كنجمعوا به كلشي ماشي هو التعريف ديالو الطبي دونك امراض كثيره اللي كتعطينا هاد مضاعفات الاكيليه فوالا لا بولي ارتريت روماتويد هاد الناس كلهم اللي كيكون عندهم بالبروده اللي ديال ديالهم تيعواجوا ولا هذا كياخذوا ادويه قويه كتهبط لنا على الكليه اذا قلنا الامراض ميتابوليك لانفكسيوز التعفنيه الامراض الذاتيه الناس اللي متبعين بوغ ورم اورام سورتو الاورام ديال الدم كتهبط لنا على الكليه وكتعطينا امراض كلي مي هادو كيعطيونا واحد لو روتونسيسمون حاد فهمتي تياثروا لنا دغيا كيبانوا الاعراض كيكون علاج الامراض سيلونسيوز هي مثلا الضغط الدموي حنا عندنا الضغط الدموي الناس ما مقلبينش ما دايرينش كشف مبكر بحال واحد لا باسيونت اللي هي سيمين شفتها جالسه ما قلبات ما والو جات بكاع المضاعفات ديال الضغط الدموي الكرياتينين 100 لو كور فاتيغي العوينات هذا وهي قالت لك يضرها راسها كتاخذ الباراسيتامول داكور نو درني راسي كما قالت السيده دابا اللي عيطات على الشيح نمشي نعرف علاش جو في با بيان اي فو با كالمي لا دولور راه الالم بعض المرات راه مؤشر ولا نقص خطر باش يمشي الواحد يشوف شنو عنده ماشي غير انا نخلعوكم ولكن راه قلبنا عليكم وصحتكم لانه في الاولويات هذا الشيء اللي كنقولوا مساله بسيطه ولكن بعض المرات كنكدرق حوايج كثيره اللي كشفناها بكري كنغربحوا اشواط في العلاج هذا واهمنا عليكم راه ما تقولوش هادي جابتنا الطبيبه كتخلع فينا وحنا على حرق الراس غنمشيو نديروا تحاليل كامله اي الله يكون في العون الانسان ماشي ديما تيتقلب الحي الحاجه اللي كتعاود بزاف كاين المسببات ديالها وكاين الطبيب والطبيب لوريونتاسيون ما عندي والو راه سيت اون بون نوفيل بارفوا لي مالاد فاش كيجيو ما كاين والو كيكون واحد
بحال عدم الرضا ولا وانا جيت وما كاين والو. حنا بوغ نو سي اون بون نو الحمد لله ونجي نفحص ونكون ما كاين والو. طيب دكتور معنا محمد من ازيلان طمنوه حتى هو ولا لا عايشه من كازا نشوف اوتن السؤال ديالهم. حنا غادي الخطوات في موضوع حلقتنا ديال اليوم. سي محمد السلام عليكم. صباح الخير اختي سو يا كريم والتحيه ليك تحيه الدكتوره وتحيه للطاقم. بارك الله فيك سي محمد تفضل. شكرا على التعيه والتحسيس سميه كريم مو. مرحبا سيدي هذا واجب تفضل. بارك الله فيك والتحيه للدكتوره. هي عندي واحد اسئله اختي سميه الدكتوره. انا عندي في العمر ديالي دابا 45 سنه تكون عندي عز الله وجهكم تبول لا ارادي بعض المرض، ولكن اذا تعرضت للبروده مثلا الى انا نعس وما تغطيتش مزيان ولا كان الحال بارد وما تغطيتش مزيان تجيني حاشاك التبول ثلاثه الخطر في الليل. ثانيا كاينه واحد السائله الدكتوره تيجيني من مورا التبول، ماشي انا غادي تقول لي كاين داك السائل كذا الماني. لا 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 هذا الى قصتيه بيدك مثلا تبحثي ولي بحال كولا. ودوزت الدكتوره درت التحاليل قال لي دكتور عندك ميكروب وعندك بروده. مهم هذه ماشي تجيني كل مره، لا على شهر على ثلاث شهور على بعض المرات اللي تيجيني داك السائل من مورا حاجه التبول. واخا محمد انا فهمتك دابا. دابا واش عندك مشكل شنو هاد التبول لا ارادي؟ واش كدوز البوله بلا ما كتحس بها ولا كيكون عندك تكرار في لالي غوتور زعما كتمشي للتواليت وكترجع كتمشي وكترجع؟ هادشي عنده اسباب كثيره واخا ماشي الاختصاص ديالي، هذا اختصاص ديال لوغولوج طبيب الجراحه والمتانه، ولكن نعاونك. هنايا هذا مؤشر ان المتانه ما مرتاحاش، دونك سي اون اريتاسيون فيزيكال داكوغ. دونك كاينين واحد الحويجات اللي ما مخلينهاش مرتاحه. شنو كنخافوا؟ كنخافوا اما من التعفن، ها انت جاوبتي على راسك. دونك كاين تعفن كاين ميكروب داكوغ. دونك هنايا خصك دير التحاليل الطبيه ديال التعفن باش نعرفوا منين جاينا هاد الميكروب، وخصك تقلب البروستات داكوغ. على وديتاش تتسالي التبول ديالك وكيعاود يدوز للبول، هذا كيعني ان ما فرغتيش المثانه ديالك مزيان وخرجات. الله يحفظك. داكوغ. دونك هنايا غادي تمشي عند الطبيب، عند ليغولوج، عند طبيب الكلي وجراحه الكلي والمثانه. غادي تقوم بالتحاليل الطبيه ديال الميكروب، غادي يعرفوا اش من ميكروب عندك، وغادي يشوفوا لك البروستات، وهو غادي يعطيك العلاج. وخص لو باساج ديال التبول فاش غادي دير البوله ديالك تكون بطريقه سلسه، وما كاينش واحد الحاجز اللي تقدر تكون هي البروستات عندك منفوخه ولا ديك البروستات نفخات دليل على انه كاين تعفن اللي ما تعالج. دونك من الافضل هذا الشيء تمشي تشوف اي طبيب حداك ديال لوغولوجي ديال الجراحه، وهو غيعطيك ان شاء الله العلاج. ولكن اسمح لي نكمل لك، ولكن الا ما تعالجش هذا الشيء يطلع لينا الميكروب الكليتين، وانوليو في امراض الكلي. غير واحد السؤال اخر بغيت نطرحه عليك الدكتوره. عندي واحد الاخت ديالي عندها تقريبا 34 سنه، مؤخرا جاري واحد ليكيس وجاريها في الجنب اليمنيه وتضرها جهه الكليه، واش ما غاديش ياثر على الكليه ديالها؟ هادشي على حسب الاشعه، ما نقدرش نجاوبك دابا. هاد الكيس اللي قلتي يمكن جاها في المبيض ديالها ولا في الكليه ولا فين؟ لا لا في المبيض. في المبيض فوالا. دونك حنايا يقدر ياثر لينا على الكليه الا كان كبير، ولا صغير لينا هذا المسالك البوليه اللي هابطه من هذيك الجهه من الكليه للمتانه. اذا هادشي ما نقدرش نجاوب لك عليه ا ديستانس، ولكن من الافضل تمشي ودير التلفازه ديال الكليه ونشوف واش كاين انتفاخ. الا كان انتفاخ فهنا مؤشر على ان الكليه غادي تضرر. الا ما كانش انتفاخ في الكليه ولا هذاك الكيست ما بقيش لينا المسالك البوليه اللي من هذيك الجهه، راه نورمالمون ما نخافوش. شكرا دكتور حياك الله. استاذ حياك الله سمية كريمو. لا فخر محمد طاقم تقني وشكري على التعاون. شكرا جزيلا. سلامنا الناس ديال ازيلال. طيب من ازيلال غنرجعوا لكازا دكتور. معنا السيدة عائشة، شنو نسمع السؤال ديالها؟ عائشة السلام عليكم. وعليكم السلام اختي سمية. مرحبا بك عائشة، الله يبارك فيك حبيبتي. مرحبا بك. الله يجزيك بخير. خليك بغيت نسول الدكتور، عندي واحد البنيته عندها 4 ans ودابا هادي واحد عام كانت تشكي شويه بواحد كتقول لك كيضرني جنبي، وديناها عند الطبيب ودار لها الراديو وقال لنا بانه عندها لو نيفو ديال الوليمه بحال طالعه على البلاصه ديالها، ولكن هي طاي نورمال اوكي ما كاين حتى شي انومالي ما والو. بغيت غنسول الدكتور زعما واش
مغنطي السمك يا ربي زين واش هذا يقدر ياثر لي هذا لو من بعد ولا داكوغ عيشه صباح الخير. الوغ سؤال ديالك ان عندها الم في في في, في, في الكريشه ديالها امتى كتكون عندنا الالم ديال الظهر ولا ديال الكريشه عند الوليدات الصغار من الكلى الا كانوا الا كان فيهم واحد الانسداد فهذاك المسالك او لا فيهم واحد التشوه داكوغ المكان ديالها الفوق وهي الشكل ديالها مزيان وكتبول مزيان وهذا ونقدروا نكملوا بالاشعه بالسكانير باش نتاكدوا من الشكل ديالها والتحاليل الطبيه داكوغ باش يكون عندنا جواب شافي على ان الكليه خدامه مزيان مي الي او سيتوي ماشي مشكل. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ تقدر الالم اللي كان جاها جاها من حويجات اخرى لان راك عارفه الاطفال كيجي الحريق ديال الكرش كيكون مثلا عندهم اونجين ولا ودينات ولا انفيكسيون ولا اوتيت ولا شي تعفن في البوله وكتجينا الحريق ديال الكرش. دونك ان الكليه طوطا فواحد لا لوكاليزاسيون الفوق ما نقدرش نجاوبك عليها بلا ما نعرف لو كونط روندو دونك فين تحطات كيفاش دايره كيدير الشكل ديالها داكوغ. دونك الا كان الطبيب كان طمنك وقال لك راه غير هي محطوطه الفوق دونك جو بونس با انها هي اللي كانت السبب في هذا الحريق اللي عندها داكوغ. حيت هو قال لينا غير زعما افيزيكم او كاو الا كان شي اوبيراسيون شي حاجه من بعد باش تقولوها للميدسان تريتون كو هذيك الكليه راها بحاله طالعه. واخا انا غادي نجاوبك على سلامه الكلي اما في المكان في لوكاليزاسيون الشكل فاختصاص طبيب جراحه الاطفال. دونك انا بغيت نعرف زعما واش واخا مدام هانتي ما تاثرش على المرض غادي اثر على حسب فين جات وكيفاش جات داكو كيفاش داير الشكل ديالها. دابا حنا باش نتاكدوا من السلامه ديالها خصك تكوني دايره التحاليل الطبيه ديري لا كرياتينين لوغي وديري التحليله ديال البوله وهاد النتائج ديالهم كيطمنونا حنا كاطباء الكليات الوظيفيه على سلامه ديال الكليه. بالنسبه للشكل والمخاطر الجانبيه اللي غادي تطرح بروشينمون زعما في المستقبل من الافضل تمشي عند الطبيب جراحه الاطفال هو اللي غادي يجاوب داكوغ. وخبارك يا العيشة نهارك كبير. شكرا لك على العيشة وان شاء الله يا ربي يطمنك طبيب كما طمنتك الدكتور فاطمة زهرة بودال. مشكور حبيبتي على كل الاجابات المستمعين ديالنا وهكذا نكونوا غنتوقفوا في استقبال المكالمات باش نكتفيوا باش نجاوبوا على الاسئله المحضره اللي مازال ما درناش عليها كثير. طيب قلنا الفرق ما بين القصور الكلوي وامراض الكليه قلنا كاين فرق كبير ياك دكتور. القصور الكلوي كتبقى القصور هو نتيجه المرض مرحلة نهائية ديال الامراض. نقدروا باغفوا كيجي المريض من نهار درنا له الكشف عنده قصور كلوي داكوغ. دونك داكشي علاش في التعريف كنقولوا هو كل افراز غير عادي او اضطراب في التحاليل الطبيه الدمويه او البوليه او في الشكل في الكلي لمده اكثر من 3 أشهر مصاحبه او غير مصاحبه القصور الكلوي. دونك هذا الامراض الكلي اون جينيرال في هذيك او دونك مع او غياب قصور الكلوي داكوغ. دونك فاش كيكون قصور كلوي على حساب كما قلت لك واش حاد ولا مزمن. حاد ولا مزمن على حساب الكشف شنو كيعطينا وشنو الاجوبه اللي كيجيونا من التحاليل الطبيه ومن ليكوغرافي وهذا. دونك الا وصلنا للقصور الكلوي حاد راه الا كان حاد زعما ترانزيتوار كيكون واحد الامل في استرجاع السلامه ديال الكليه وشفناهم بزاف لي مالاد الحمد لله اللي تيجيو كيديروا لا دياليز وكيكون كيكون اذا كنت نقولوا اذا ظهر السبب بطل العشب ياك. دونك يعني الى ظهر السبب تعالج المرض مشات لينا لانسيفيزونس رينال ورجعنا العافيه ديال لي مالاد ديالنا. هنايا فاش هاد الشرط يكون حاد ماشي مزمن باسكو المزمن شنو معنيتها ان سكون بيردي اون فابا لو ريكوبيري صافي اللي مشى ضاع داكوغ. دونك وصلنا لا سيكاتريزاسيون دو ران طراو اضطرابات بزاف في الكليه وصافي كنا قطعنا اشواط وسنوات ياك ما كيجيش هكا كبغيتها ولا عند اطفال اللي كيتزادوا سيتزادوا اون انسوفيزونس غينا. طيب ضبط عوامل الخطوره هل بامكاننا نضبطوا هاد العوامل الخطوره ولا خليتيها كل طبيب امتى دار تشخيص امتى تعرف بعد المرض ديالو اش من مرحله وكاين وكاين كما قلت لك كنهضروا على لي كروند لين فهمتي كاين الوقايه وكاين العلاج. دونك الوقايه ديجا في الاكل في التغذيه هي مصفات اذا خصني نعرف شنو كنوصل للكليه ديالي
طريقه ميساج سامبل دكور نيفيتيو الملح بزاف راه الملح مدمر للكليه السكري واخا ما عنديش الضغط الدموي واخا ما عنديش السكري الا كليت بزاف جو في باي بلو طا باش نخلص عندك علاش الملح والسكري فاش كيتيليمينو في الكليه كيتبعهم الكالسيوم تيتبعوهم بزاف ديال المواد هذوك المواد فاش غادي يتبعوهم باش الكليه تخلص منهم يبدا عندنا هذاك الشكل ديال البول لا كونسيستانس ديالو فيها حويجات اللي كيديروا لا ليتوجينيز اللي غيسهلوا لنا حصه الكلي ياك هالولا ثاني حاجه ملي كناكل مالح بزاف الكليه كتبدا تحاول تدير تخلص منها يبدا اون بيرتورباسيون هرمونال تبدا لا ريتونسيون دو ها هي الضغط الدموي تانستالا وحنا ولينا خدينا مرض مزمن السكري بطريقه كثيره غنغلط غتولي عندي لا ريزيستانس للسكر للانسولين انا وليت مصاب بالسكري داكوغ لو فيت دو بروندغ لي ميديكامون ا دغوات اي ا غوش داكوغ واحد جارتي راه خدات واحد الباكيه ديال الدواء زرقاء حمراء ما عرفناهاش شنو هي عطاتها لي انا عجبتني لقيت عليها الراحه خديتها عامين كنجي كنلقى عندي قصور كلوي لان الكليه كتصفي وكتخلص من واحد الحاجه ولكن ماشي افي غنبقاو نخليو لها واحد السموم ايه الاكل راه اكل ولكن اي حاجه اي اتروجين افراط في تناول الادويه هو مشكل دونك هذا اون جينيرال وشرب الماء بيان سور دابا وحنايا قلنا على الصيف مقبلين على الصيف هذا نقطه مهمه باغي نختموا الفقره هذه فصل الصيف وخصوصيته مع امراض الكلي باش نتفاداو اكيد يعني الاضرار الجانبيه او اي تاثير جانبي اللي ما احنا ما بغيناش كيفاش الناس مرض بالكلي تعاملوا في هذه الفتره هذه دونك الصيف وامراض الكلي كاينه واحد الفئه عاوتاني اللي كتضرر اكثر شكون هما هما الاطفال الرضع اللي باقي ما كيهضروش دونك لا مامون كتنسى باش تعطيهم الماء لا راه خصو يشرب الماء مزيان وسورتو في الحالات ديال بون بعد الفئه نكملوها الاطفال الرضع والناس الكبار اللي حتى هما كينساو الماء حيت الاحساس بالعطش كيكون هابط ملي كنكبروا في العمر والناس اللي عندهم حصى الكيلي حتى هما هادو فئه ريسك باغرافي هذا دونك عند الاطفال والناس المسنين كيقدروا يديروا اون انسوفيزونس رينال يقدروا يديروا لنا واحد القصور كلوي حاد داكوغ الاطفال كيفاش سورتو ملي كيكون لا دياري كيكون الاسهال ولا التقيؤ دابا حنا جاي ديسير وجاي الماكله بالنقاط بزاف وجاي هادشي كله دونك الريسك ديال لانتوكسيكاسيون ديال التسممات هادشي كله غيطلع داكوغ الناس كتسافر بزاف كتاكل على برا دونك وهذا نداء للناس ديال المطاعم وديال الناس اللي كتبيع وكلشي تكون نظافه وتكون يديروا معها يعاود ضميرهم في هذه المساله تكون ليجيان داكوغ باسكو راه شحال شفنا ديال الاطفال اللي جاوا بقصور كلوي وصلوا للدياليز كاع بشي دياغي اللي تتكون انفكسيوس صعيبه وريزيستانت وهذا دونك هنايا الصيف خصنا نشربوا الماء سيغت قبل كنا قلت لك العتبه هي اللي تخدمي ولكن هادشي الا ما كان لا صيف لا صهد ما تسناش تنعطش اذا الريتم ديال الماء هو راه كاس ديال الماء فاش كنفيق كاس مورا الماكله مورا اي تبول ناخذ كاس ديال الماء علاش باش كنخلي هذيك الكليه كتشتغل بطريقه ماشي اون ديزيدغاتاسيون ماشي ناشفه كتشتغل والكميه ديال الماء متوفره اذا سي نورمال صفيه الاعضاء حيه خاصه الماء صفيخ سي كل ما كثير وما نبلوش عاوتاني في ليكزاجيراسيون والناس اللي كتخدم في شي بلاصه سخونه بحال الفراران بحال اي بلاصه ولا الفلاحه هذا القريعه ديال المحداه وهو كيشرب هو علاش كيكون التعرق كثير اذا الماء اللي يوصل لنا الكليه قليل داكوغ دونك الكليه الا ما وصلهاش الماء مزيان كيكون هذاك الترصبات بحال الواد ملي كيكون فيه الماء كثير راه مزيان ملي كيولي الجفاف بحال اش كنعيشوا دابا والله فقينا دونك تتولوا الترصبات ملي تيولوا الترصبات بيان فينو الحصى الكيلي دونك هنا كيبان لنا في عزكم الله في التبول يعني ممكن كمؤشر غير التبول ديالكم ملي كنبدا البوله ديالي غامقه راه سي اون اليرت راه سافو ديغ راه قالت الكليه ما تفرز كابول اذا غامق اذا داك الشيء السموم كلها راه كونسونطري وهذا ملي كتكون البوله ديالنا صافيه وهذا تيبان حتى في الوجه كيكون شاحب داكوغ تتكون لا فاتيك دونك قري هذا الماء نشرب هذا بزاف كيجيو عندي لي ماتيكوك ما كنبغيش نشرب الماء مي يفو بواغ داكوغ دونك سورتو مع الصيف والاطفال كنساوهم
داكوغ الا كاين الاسهال ولا التقيؤ ولا هذا خصنا نشربوا ورجعوا للادولت داكوغ من غير المسنين حتى خصهم يشربوا هذا ولا كان مع فاش كيكون كنكون هذا الفئه ديال المسنين كيكونوا امراض كتكون كيكونوا دي مصابين بالقلب مصابين بالسكر اذا هادو واحد الادويه على الاقل كياخذ عشرات من هاد الادويه من بين هذوك الادويه اللي كياخذوا الادويه ديال الضغط الدموي والادويه اللي كتكثر من افراز الماء طلع لنا الكميه ديال البول باش ما كيبقاش عندهم داك الانتفاخ هنايا فاش يطرى لهم مشكل في الصيف خصهم يعيطوا للطبيب ديالهم باغ اكزومبل الا جا الاسهال ولا جا التقيؤ ولا جا لا قدر الله شي شي بغولور ولا اي عارض وكامل نعيط للطبيب باش يبدل لي الدواء ونشوف لاطونسيون ديالي الا هبطات راه مؤشر على انني نشفت دونك نعيط للطبيب ديالي ونسولو على شنو هما الادويه اللي خصنا نحيدوهم بين ما تفوت هذيك لو بروبليم ترانزيتوار ديال لي سيركونستانس التقيؤ ولا الاسهال ولا هذا باش ما نديروش قصور كلوي لان الكلية دير لاليرت في الاول غادي نشوفوا هذيك البوله ديالنا غامقايه الناس اللي كيكونوا مع المسنين كيخافوا يحبسوا الدواء دونك كيعطيوه له واخا لاطونسيون 8 ولا 9 ولا 10 الوغ هو مولف ب 14 هذه راه مؤشر ديال نقص الخطر على الكلية ما يوصلهاش الماء ما يوصلهاش الدم بكميه كافيه اذا كنقجوها كنقجوها ما غاديش تخدم منين ما غاديش تخدم غيبانوا لينا تراكم السموم طلع لنا اليوريت طلع لنا الكرياتينين في الدم وهذا كيعطينا التعريف ديال قصور كلوي لا قدر الله حنا غادي نحرقوا هاد الاشواط ان شاء الله باذن الله ما غنوصلوش هاد المرحله هذه ياك دكتور اللي تبعنا بالنصائح مشكوره الله يعافي الجميع يا رب يحفظ السلامه ديال الكلياتين وديال الجسم اون جينيرال والحاجه اللي قدينا نعالجوها راه حنا كنكونوا فرحانين كاطباء والحاجه اللي تجاوزتها علينا المرض ولا هذا راه كيبقى فينا الحال الا ما جاش المريض في الوقت بكري صح دكتور فاطمه زهره بودال لك جزيل الشكر على كل هاد الرسائل المهمه والاساسيه اليوم هدرنا وحبينا الفئه الناس اللي مراد بالكلي وخليتها ماشي الناس غير اللي مراد حتى بشكل عام اي انسان يحافظ على الكلي ديالو من حقه يحافظ عليه يتبع هاد النظام هذا وهاد الخطوات اللي هي بسيطه وسهله شكرا جزيلا لك مره اخرى شكرا جزيلا استضافه وشكرا اني جميل نشوفك مره اخرى ان شاء الله في حلقات البرنامج الله ان شاء الله غادي